السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة. نطوف بكم في أروقة الصحافة العربية والمحلية الإلكترونية، إضافة إلى أهم مقالات الرأي والتحليل وأبرز ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر تجاه مختلف القضايا الوطنية على الساحة الوطنية. نفتتح برنامجنا أو حلقتنا لهذه الليلة بعناوين المواقع الإلكترونية اليمنية، والبداية من المصدر أونلاين. المصدر أونلاين. محافظ شبوة تحرير بيحان من أهم انتصارات الجيش والدفاع عن عتق نصر آخر بعد يوم من مباحثاتهم مع وزير الدفاع. الحوثيون يلتقون وزير الخارجية الإيراني في مسقط. الهجرة الدولية، نزوح نحو 400,000 يمني منذ مطلع العام الجاري بسبب الحرب. مسلحون مجهولون يهاجمون بالقذائف مبنى منظمة أوكسفام في الضالع. رئيس الوزراء على المجتمع الدولي وضع حد لسياسات الحوثيين التدميرية للاقتصاد الوطني. نقل بقية المتهمين في قضية العميد الحمادي إلى عدن بأمر النائب العام. البنك المركزي يلزم شركات الصرافة بتجديد تراخيصها من إدارة البنك في عدن. ماربرس، الإعلان عن مصرع قيادي حوثي مع 4 من مرافقيه. الأجهزة الأمنية تحبط مخططا حوثيا جديدا كان يستهدف السفينة العامة بإحدى مناطق الشرقية، وقائد عسكري يروي التفاصيل. دولة خليجية جديدة تنطلق منها رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين البلدين. مسقط تحتضن محادثات حوثية إيرانية. اشتعال فتيل الثورة في صنعاء. احتجاجات وإضرابات وتهديد بالتصعيد. الجيش يحبط هجوم جوي على مواقع في أبين ويحدد الجهة المتورطة. طائرتان وكميات كبيرة من المتفجرات. القبائل تتداعى في إب وتحشد مسلحيها بعد جريمة قتل تورط فيها قيادي ومسؤول أمني حوثي. البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملة الوهمية للحوثيين. رصد 260 انتهاكا حوثيا خلال نوفمبر الماضي في 6 محافظات. إضراب لملاك شبكات الإنترنت في إب، والميليشيات تصادر أجهزة البث. قيادي حوثي يهدد أمهات المختطفين بصنعاء، ومنظمة حقوقية تحمله المسؤولية الكاملة. الجوف، استشهاد طفل وجرح آخر بانفجار لغم حوثي في مديرية المصلوب. الضالع، الجيش يفض اشتباكات قبلية في مريس ويحذر من محاولة العبث بأمن المنطقة. شبوة تحتفل بالذكرى الثانية لتحرير بيحان. الكويت ترحب باستئناف رحلات طيران اليمنية بين البلدين. مصرع قيادي ميداني حوثي وأربعة من مرافقيه بنيران الجيش الوطني غرب تعز. الجيش الوطني يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين بمحافظة أبيان. العاصمة أونلاين. منظمة صدى تدين تهديدات ميليشيا الحوثي لأسر الصحفيين المختطفين. الجيش يسقط طائرتين مسيرتين بأبيان ومقتل قيادي حوثي بتعز. صنعاء، طليان شعبي ضد ميليشيات الحوثي وشلل تام للحياة العامة. ميليشيات الحوثي تهدد أسر الصحفيين المختطفين وتتوعد بتصعيد الانتهاكات ضدهم. وزير الدفاع، الشعب اليمني لن يقبل بالتمرد والانقلاب على خياراته. سبتمبر نت، شبوة تحتفي بالذكرى السنوية الثانية لتحرير بيحان من ميليشيا الحوثي. مصرع 5 حوثيين بينهم قيادي في قصف للجيش بتعز. إتلاف 1025 لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في اليتمى بالجوف. أبيان، قوات الجيش تسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي. يمن مونيتور، الجيش الوطني يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة الحوثي المسلحة في محافظة أبيان. مشروع مسام لنزع الألغام يعلن إتلاف وتفجير 1025 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة زرعتها جماعة الحوثي المسلحة في منطقة اليتمى بمحافظة الجوف. جماعة الحوثي تتجاهل انتشار إنفلونزا الخنازير في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. الكويت ترحب باستئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين البلدين. مباحثات حوثية إيرانية في مسقط. الحكومة اليمنية، الحوثيون ينتهجون سياسة تدميرية لضرب الاقتصاد الوطني. المركزي اليمني يلوح بالإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات الرافضة لقبول العملة الجديدة. الإصلاح نت،
تعز والمؤامرات من عراقيل التحرير إلى محاولات نشر الفوضى، تصاعد الاحتجاجات ضد الحوثيين في صنعاء، إضراب شبكات الإنترنت ودعوات تصعيدية من التجار. الحوثيون يفرضون قيودا جديدة على أنشطة المنظمات الإنسانية. رئيس الحكومة: ميليشيا الحوثي تنتهج سياسات تدميرية وتهدد الأمن القومي والمعيشي لليمنيين. سهيل مد: مقتل 484 مدنيا بينهم 162 طفلا و117 امرأة بألغام حوثي في تعز. نقابة الصحفيين تطالب الحوثيين بالإفراج عن صحفي يعاني من ورم. مراقبون أمميون يطالبون بمغادرة اليمن بسبب مضايقات الحوثيين. مسؤولة أممية: نعمل على وضع خطط لتعافي اليمن بعد النزاع. تنعديو بذكرى تحرير بيحان، شبوة صارت عمودا مهما لمشروع اليمن الاتحادي. إلى الصحافة العربية، والبداية من موقع العربية نت. العربية نت: ميليشيا الحوثي تقتل 31 مدنيا في 6 محافظات خلال شهر. حكومة اليمن: الحوثي يهدد الأمن القومي والمعيشي للشعب. تلونزا الخنازير يغزو صنعاء، والميليشيا تخدع السكان. حكام السعودية: الحوثي خامنئي متلازمة الطائفية والإرهاب. إسقاط مسيرتين حوثيتين في أبيان. الشرق الأوسط: تدابير مصرفية يمنية في مواجهة الحرب الحوثية ضد العملة المحلية. نداءات رسمية إلى الأمم المتحدة لحماية الاقتصاد من التجريف. جبايات حوثية تستهدف كسارات الحجارة وتوقف عمل عشرات منها. ظريف يجري محادثات في مسقط ويلتقي الناطق باسم الحوثيين. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من الصحفي محمد اللطيفي، حيث كتب مقالا على موقع المصدر أونلاين عنوانه بقميص الحمادي، محذرا من استخدام قميص اغتيال الشهيد العميد عدنان الحمادي في النيل من تعز وتفتيت الكتلة الوطنية. يراد للشهيد عدنان الحمادي قصة مشابهة لمثل تلك القصص التي يريد لها كاتبها أو الفيلم الذي يريد له مخرجه نهاية غامضة، حيث يسوق البعض السيناريوهات تتسم بالغموض في محاولة لتمرير مخططات استكمال تمزيق المناطق المحررة. بمعنى أوضح، فإن الجهات التي حاولت أن تتخذ من حياة الحمادي جسرا لتحقيق مطامعها تريد الآن استغلال موته كوسيلة لتنفيذ مآرب خاصة بتدمير النسيج الاجتماعي لتعز. لقد اكتسب الحمادي شعبيته من سيرته العسكرية، وهي سيرة ارتبطت بمقاومة ميليشيا الحوثي خلال اجتياحها لمدينة تعز وعيد انقلابه على السلطة، حيث شكل قلة من العسكريين الأحرار أمثال الحمادي ويوسف الشراجي رفقة قادة المقاومة أمثال حمود المخلافي حائط صد منيع ضد ميليشيا الحوثي، وسجلت معارك الدفاع والتحرير نموذجا نادرا لمدينة ترفض الخضوع لغير الدولة. كان نافخ الكير بين المحور واللواء 35 لوب الإمارات، وهو خليط من حزبيين وإعلاميين عملوا ضمن خطة مدعومة في مسارين متوازيين، الأول تصوير أن الجيش الوطني هو فقط اللواء 35 وبقية الألوية جيش الإصلاح، وأن الحمادي هو الوطني الوحيد من بين قادة الجيش، مع أنهم كلهم يعملون في سياق مشروع واحد وضمن إطار الشرعية ومعينون بقرارات جمهورية، ولكل منهم إيجابيات وسلبيات، ولا أحد منهم منزه عن الخطأ. والمسار الثاني تمثل بدفع اللواء 35 لخوض معارك مع قيادة المحور للدفاع عن كتائب العباس كمقدمة لصراع مناطقي يهدف لفصل الحجرية عسكريا وسياسيا عن المدينة. وكان المخطط يراد له السير باتجاه بناء تحالف بين اللواء والميليشيات المتمردة على الشرعية كقوات طارق. لقد رفض الحمادي كما تؤكد مصادر مقربة الانخراط ضمن المخطط الأخير الرامي لتفجير الوضع في الحجرية، وتواترت أنباء عن ضغوطات إماراتية تعرض لها قبيل مقتله. وبغض النظر عن صحة هذه الأنباء، فإن الحمادي رغم كل الاعتراضات التي سجلت عليه لم يكن من ذلك النوع الذي يمكن أن يساوم على بيع شرفه العسكري على حساب بلده ومنطقته. الآن نفس الطرف الخليط من موالين لعائلة صالح والمصابين بفوبيا الإصلاح
يعمل بكل جهد ودأب لاستثمار مقتل الحمادي لصالح إنجاح الخطط الهادفة لتمزيق تعز. بعد أن فشل في تحقيق تلك المخطط إبان حياة الشهيد، ويمكننا أن نلحظ ذلك بوضوح في الاتهامات المتسارعة لتحميل محور تعز أو لإصلاح مسؤولية مقتل الحمادي. لقد أطلقت تلك الاتهامات حتى بعد ساعات من الاعتداء الآثم على الشهيد. لقد بات واضحا أن البعض يريد احتكار الحديث باسم قضية الشهيد الحمادي، مع أنه قائد في الجيش ويعبر عن دولة وليس قاطع طريق، والدولة هي المسؤولة بشكل مباشر عن التحقيق حول حقيقة مقتله. أما أن الحمادي ليس مجرد عابر سبيل حتى يتم سرقة قميص دمه المسفوك غدرا في محاولة لتفريق دمه بين رفقائه في النضال والمقاومة. ما يمكن تأكيده أن على محبي الشهيد عدنان الحمادي، وهم هنا تيار عريض يبدأ من الحجرية ويمر بمدينة تعز ولا ينتهي باليمن كلها، أن لا يسمحوا لتحويل قضية الحمادي ودمه إلى قميص يتخذ منه أعداء تعز لافتة لتمرير خطط ضد تعز والدولة والجمهورية. إن الحفاظ على وحدة التراب التعزي والوقوف ضد أي مخطط تمزيقي وتفتيتي هو أكبر وفاء للشهيد وأهم انتصار لدمه. وفي ذات السياق أيضا كتب عبد السلام الغضباني على الإصلاح النت مقالا عن تعز والمؤامرات، عن محور توازن هذه المحافظة الوطني وصمودها ضد الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى عراقيل التحرير وفك الحصار عن هذه المدينة ومحاولات دفينة لنشر الفوضى، مختتمة تلك المحاولات بجريمة اغتيال الشهيد الحمادي. تعددت خلال المدة الأخيرة محاولات جر محافظة تعز إلى مربع الفوضى والاقتتال الداخلي، بعد أن ظلت بعض الأطراف تعمل على عرقلة استكمال تحريرها وتطهيرها من الميليشيات الحوثية. وكانت حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في بيته ووسط حراسته آخر المؤامرات التي تهدف إلى نشر الفوضى والاقتتال الداخلي بين أبناء محافظة تعز، بغية تحييدهم وتغييب دورهم الوطني في التصدي للمشاريع الظلامية السلالية والمناطقية التي تسعى لتمزيق البلاد وإنهاكها في صراعات داخلية خدمة لأطراف خارجية تضمر الشر لليمن حكومة وشعبا. ونظرا لدور تعز الوطني والتنويري المناهض للمشاريع الظلامية، فقد تكلب عليها مختلف أصحاب المشاريع الضيقة، وكانت وما زالت تدفع ثمن توجهها الوطني حتى اليوم. وكلما حاولت جر أصحاب المشاريع الضيقة إلى مربع الوطن الكبير يردون عليها بمحاولة جرها إلى المناطقية البغيضة، ولذلك لا غرابة أن يكون أبناؤها الأكثر استهدافا وتضررا كلما ازدادت الحمى المناطقية لدى ميليشيات الحوثيين أو ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلا عن مؤامرات عدة أطراف ظلت تعمل على عرقلة تحريرها ومحاولات نشر ثقافة الكراهية بين أبنائها من خلال حملات إعلامية ممولة ومنظمة. تمثل محافظة تعز بحيويتها ومدنيتها وكثافة سكانها محور توازن في مختلف محطات التحول والصراعات الداخلية، خاصة أنها كانت وما زالت تعد الحاضنة الرئيسية لحركة التحرير الوطني ضد الاستبداد الداخلي والاحتلال الخارجي، وظلت سدا منيعا يقف في وجه المشاريع العائلية والمناطقية والسلالية، كما أنها المنبع الرئيسي في البلاد لنشر ثقافة الديمقراطية والحقوق السياسية والتعايش السلمي والمواطنة المتساوية وتقديس العلم والعمل. وبما أن الأمر كذلك، فإن أصحاب المشاريع الضيقة والظلامية يعتقدون أن تحييد تعز عن التأثير في الصراع لن يكون إلا من خلال إلهائها في صراعات مناطقية وسياسية بين أبنائها، وأيضا من خلال حصارها، وهو حصار اشتركت فيه عدة أطراف وكل طرف يمارس دورا محددا، فطرفا يغلق الطرقات والمنافذ الرئيسية وتضييق حركة المرور على أبنائها، وطرف يمنع عنها السلاح النوعي الذي يمكنها من طرد الميليشيات الحوثية وملاحقاتها إلى كهوفها مع بقية أحرار الوطن الرافضين للحكم السلالي العنصري الهمجي، وطرف يدعم ميليشيات تخريبية مرابطة داخلها تنهك الجيش الوطني والحكومة الشرعية في أزمات جانبية وعبثية بهدف عرقلة عملية التحرير. وهكذا تتضافر جهود عدة أطراف لتحاصر تعز
وتعمل على نشر الفوضى داخلها وعرقلة تحريرها، كما أن من أوائل المحافظات التي تصدى أبناؤها للمشروع الانقلابي الإمامي الكهنوتي بعد الانقلاب على السلطة الشرعية والسيطرة على العاصمة صنعاء، وظلت صامدة وعصية على الهزيمة والانكسار، وكانت جبهتها وما زالت أكثر الجبهات التي تكبد الحوثيين فيها خسائر بشرية كبيرة. بمجرد أن تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير معظم محافظة تعز، خاصة المدينة مركز المحافظة، بإسناد ودعم من التحالف العربي، بدأت بعض الأطراف تعمل على عرقلة استكمال تحرير المدينة وما بقي من مديريات المحافظة. وهذه الأطراف تتمثل في ميليشيات أبو العباس وبعض أتباع علي صالح، بينهم قادة في جناحه بحزب المؤتمر، بالإضافة إلى وجود شخصيات سلالية موالية للحوثيين تعمل على إثارة الفتنة وشن حرب إعلامية على الحكومة الشرعية وعلى الجيش الوطني والسلطة المحلية في تعز وإثارة الشكوك حولها. هذه العراقيل استنزفت جهود وإمكانيات السلطة المحلية في محافظة تعز لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق والمديريات المحررة، وصرفتها عن المعركة الرئيسية ضد ميليشيات الحوثي. وزاد الطين بله عدم امتلاك الجيش الوطني المرابط هناك للسلاح النوعي الذي يمكنه من استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة، وكنتيجة لحالة الإنهاك والحصار المفروض على تعز، اكتفى الجيش الوطني بالحفاظ على ما تم تحريره من سيطرة الميليشيات الحوثية، خاصة في ظل المحاولات المتكررة من قبل الميليشيات الانقلابية لاستعادة السيطرة على المدينة. تصدرت ميليشيات أبو العباس الأطراف التي تعمل على نشر الفوضى في محافظة تعز وخاصة المدينة مركز المحافظة، وانتشرت ظاهرة الاختطافات والاغتيالات التي طالت ضباطا وجنودا في الجيش الوطني وقادة في المقاومة الشعبية، وشكلت تلك الظاهرة مصدر قلق وإرهاب للمواطنين. وتعالت المطالب الشعبية بطرد ميليشيات أبو العباس من أماكن تمركزها داخل المدينة، خاصة بعد أن بدأت تندلع اشتباكات مسلحة بين قادة الميليشيات ذاتها في الأسواق الشعبية وسقوط قتلى وجرحى من المواطنين جراء خلافات بين قادة الميليشيات على الجبايات والضرائب الباهظة التي تفرض على الباعة، بالإضافة إلى اقتحام بعض البيوت ونهبها. وبعد أن نجحت الحملة الأمنية في إجبار ميليشيات أبو العباس على الخروج من مدينة تعز إلى مواقع في خارجها، اكتشفت الأجهزة الأمنية العديد من المقابر السرية في أحواش المنازل التي كانت تتمركز فيها الميليشيات وتقع ضمن مربعاتها الأمنية، وهي مقابر للجنود وضباط من الجيش الوطني وأفراد من المقاومة الشعبية. اختطفتهم الميليشيات وأعدمتهم ميدانياً ودفنتهم في مقابر سرية داخل أحواش تلك المنازل. وبعد فشل كل محاولات نشر الفوضى والاقتتال الداخلي في محافظة تعز، خططت الأطراف التي تضمر الشر لأبناء تعز لعملية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع وتوظيف الجريمة سياسيا، أملا في أن تتسبب في نشر الفتنة والاقتتال الداخلي بين أبناء المحافظة. إلا أن التصريحات الإعلامية المتناقضة وحالة الارتباك التي سادت بعد ارتكاب الجريمة وتوزيع التهم قبل ظهور نتائج التحقيق مع المتهمين، كل ذلك أربك المخطط وجعل منفذي الجريمة ومن يمولهم يبحثون عن مخرج من خلال توزيع التهم ومحاولة التستر على ملابسات الجريمة حتى لا ينكشف أمرهم. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك، حيث كتب محافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو عن الذكرى الثانية لتحرير مديريات بيحان من ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. مع التحرير الكامل لمحافظة شبوة انتقلنا معركة البناء، وكنا على يقين وإدراك كامل أن هذه المعركة لا يمكن الانتصار فيها إلا بأن تتوحد المواقف وتتآزر الأيدي ونسير معا في بناء محافظتنا بعيدا عن خلافات السياسة. فشبوة لنا جميعا، لا يمكن أن يقصى فيها أحد أو يتفرد بها كيان. نستطيع القول اليوم أن شبوة باتت تشكل عمودا مهما من أعمدة مشروع اليمن الاتحادي الكبير الذي يقوده ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية ويدعمه الأشقاء والأصدقاء. وهنا نجد أنه من المهم التأكيد على الدور الأخوي الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم الاستقرار وتحرير اليمن. واجهنا في شبوة تعنت أطراف عملوا على إفشال كل جهد ووضعوا العراقيل في الطريق. كررنا خطابنا بأن شبوة تسعنا وتسعكم، طرقنا أبوابهم، استمعنا لكل أقوالهم،
واستجبنا لكل شروطهم حتى أوصلهم الطيش إلى رفع السلاح وهاجموا عاصمة المحافظة واعتدوا على مؤسسة الدولة بالمدرعات الإماراتية. نتوجه إلى جميع مكونات المجتمع من قوى سياسية ورجال فكر وعلماء ومشائخ ووجهاء ورجال أعمال ونشطاء. هذه محافظتكم، صيانتها ووحدتها وتنميتها ورفعتها بأيديكم. اجمعوا كلمتكم ووحدوا صفكم وتساموا فوق الصغائر حتى نصل بإذن الله نحو الهدف المنشود في رؤية هذه المحافظة نموذجا يحتذى به. بشرى الغيلي أوردت قصة مأساوية ومؤلمة حدثت في مستشفى الثورة العام، وذلك نتاجا لإرهاب الميليشيا الحوثية ومنع تداول العملة الوطنية. أسعف زوجته إلى مستشفى الثورة العام صنعاء، وعند وصوله للاستعلامات لدفع تكاليف الركود والعلاج أخرج ما لديه من العملة الجديدة، فرفض موظف الاستعلامات أخذها. قال لهم الزوج: زوجتي بين الحياة والموت، خذوا ما معي الآن غيرها، أو خذوا جنبيتي رهن حتى أستبدلها بقديمة وأسعفوها بسرعة، هي متعبة جدا، اتقوا الله فينا. وفي غمرة التفاوض مع الاستعلامات ذهب إلى الغرفة المجاورة، وكان مجيئه متأخرا. فارقت الحياة ولم تحتمل نفاقا كونيا تسبب بمقتلها. الصحفي أحمد غراب كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك عن المعاناة التي يرزح تحت نارها الموظفون الذين سرقت رواتبهم. لو رفع أي موظف قضية يطالب فيها بمعاشته المنقطعة لن يصغي إليه أحد، ويمكن أن يحبسوه، بينما أي أحد يرفع عليه قضية ديون أو عجز عن دفع الإيجار بسبب انقطاع معاشه يتم الحكم عليه فورا وتغرمه ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المهندس محمد المحيميد كتب تغريدة على حسابه في التويتر موجها اقتراحا مهما لجعل عملة الحوث الإلكترونية السراب، وذلك بسحب بساط الاتصالات والإنترنت من سيطرتها واحتلالها. لو أن الاتصالات والإنترنت تحت سيطرة الشرعية لما تجرأ الحوثي أن يفكر بما أسماه العملة الإلكترونية، والتي فكرتها قائمة على الاتصالات والإنترنت. ومع ذلك بإمكان الشرعية مع فجر اليوم البدء بخطوات لسحب الاتصالات والإنترنت ودفن عملة الحوثي الإلكترونية، لكن غني لك جنب صمج. محافظ المحويت الدكتور صالح حسن سميع كتب تغريدة تعليقا على موقف الناشط السياسي زيد الشليف، حيث أيضا اقتحم إحدى فعاليات الميليشيا الحوثية في برلين، والتي كانت تحاول تضليل الرأي العام الدولي وتبييض جرائم الميليشيا. متسائلا دكتور صالح سميع، أين سفراؤنا في تلك الدول؟ أين سفاراتنا في أوروبا؟ لماذا هي خرصاء صماء فلم نسمع أو نرى لها دويا في دولها يعرف الرأي العام من خلاله حقيقة المشكلة اليمنية ومن تسبب فيها وأورث كل التداعيات ذات الطابع المأساوي في اليمن السعيد؟ ولماذا تركت فراغا ملأته إيران والحوثي بالكذب والتزييف والتزوير؟ أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين كتبت تغريدة مستنكرة تهديدات الميليشيا الحوثية لأمهات المختطفين بسبب تناولات الإعلامية من أجل الإفراج عن أبنائهن، معطية الميليشيا الحوثية الحل لهذه المشكلة. عندما يهدد مسؤول في الأمن السياسي أمهات المختطفين الصحفيين لأنهم تكلموا بالإعلام عن الصحفيين أن يسكت الناس عن جرائمه، أفرجوا عن الصحفيين ولن يتكلم الإعلام عنكم. الصحفي فتحي بالأزرق كتب عن البرنامج الغذائي العالمي وعن مصدر الموت الذي يأتي من خلاله حسب تعبيره.
تحول برنامج الغذاء العالمي إلى أداة مصدرة للموت في كل المحافظات اليمنية في 90% من الدقيق الذي يوزعه هذا البرنامج فاسد. ما يقوم به البرنامج هي صفقات فساد عالمية يقوم بموجبها شراء مئات الآلاف من أطران الدقيق الفاسدة حول العالم ويصدرها إلى اليمن. هل من وقفة جادة حيال حالة الإجرام هذه؟ المحامي محمد المسوري كتب تغريدة وجه فيها رسالة إلى رئاسة الوزراء. إلى دولة رئيس الوزراء، هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإجبار الحوثة بالتوقف عن تصرفاتهم وتعسفاتهم المتعلقة بالعملة اليمنية وغيرها. نتمنى الإسراع في ذلك لحماية المواطنين الذين يتعرضون للنهب والسلب والسرقة من هذه العصابة، وهناك تجارب سابقة أجبرت الحوثي على قبولها. الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع كتب تغريدتين على حسابه في التويتر عن نهب الحوثي وسرقته وجرائمه بحق اليمنيين. الظن بأن الميليشيات الحوثية قد تلزم باتفاق السويد كله إثم، فقد جبلت على النكث والنفوس وشراء الوقت والهروب إلى الأمام متحررة من أي التزام قيامي وأخلاقي ووطني، ولن تتخلى عن مخططاتها وأوهامها ما دامت تجد مساحة للمناورة وفي يدها سلاح. إذن التغريدة السابقة كانت للصحفي خالد العلواني الذي يتحدث فيه عن اتفاق السويد وعن وهم تنفيذه. ننتقل إلى ما كتبه السياسي المحلل السياسي عبد الناصر المودع عن جرائم الميليشيا الحوثية وسرقتها لأموال اليمنيين. جريمة نهب أموال الناس تحت حجة سحب العملة الجديدة التي يقوم بها الحوثيون هي نموذج بسيط لسلوك السلطات الشمولية، والتي تصدر قرارات غريبة عجيبة دون أي اعتبار لنتائجها حتى لو أدت إلى المجاعة. هكذا يعمل النظام الشمولي الإيراني والكوري الشمالي وقبله الشيوعي في الصين والاتحاد السوفيتي. سلطة الحوثي الشمولية كارثة مركبة لا تجيد سوى القمع والتضليل، وآخر اهتماماتها معيشة الناس، وفوق هذا وذاك طابعها الأسري السلالي واعتمادها على خرافات دينية لا يمكن تسويقها إلا بالعنف والعزلة والتضليل. ومن يعتقد بأن حركة بهذه المواصفات يمكن أن تتطور أو يخرج منها فعل سوي فهو واهم. أما الوكيلة وزارة الشباب والرياضة نادية عبد الله فقد كتبت تغريدة عن قبح الإمامة وعن ضرورة تحرر اليمنيين من هذا الإرهاب السلالي الكهنوتي. الإمامة رجعت بكل أقبح صورها، ماذا ننتظر بعد حتى نحرر وطنا منها؟ هل عاد باقي صورة قبيحة لم تظهرها الإمامة؟ المصور الصحفي حسام القليعة كتب تغريدة عن زمن الميليشيا الحوثية وعن جرائمها بحق كل شرائح المجتمع. في زمن ميليشيات الحوثي المواطنون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم بعضهم يترجى صاحب العمارة بأن يصبر عليه عن إيجار بسبب ظروفه الصعبة، والبعض يترجى صاحب العمارة بأن يقبل الإيجار بالعملة الجديدة. الصحفي عبد الباسط الشاجع كتب عن انتهاكات الميليشيا الحوثية في صنعاء. أكثر من 28 ألف شبكة إنترنت محلية تغطي أحياء العاصمة. صنعاء باتت هي مصدر رزق أكثر من 200 ألف أسرة تقوم ميليشيات الحوثي بمصادرتها كليا. لم تكتفي العصابة بإغلاق مئات الصيدليات والبقالات ونهب مرتبات مليون موظف حكومي منذ 3 سنوات، بل تسعى لإكمال خطتها في إثقال وتجييع كافة أفراد الشعب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج حديث الصحافة لهذا اليوم. في أمان الله.